انطلقت من نواكشوط الشغال الملتقى الإقليمي لخلق آليات تمكن من حرية تنقل المنتوجات السمكية بين موريتانيا والسنغال وغينيا، ويهدف الملتقى إلى إزالة الحواجز التي ما تزال تعيق حرية التسويق بالمنطقة. الملتقى الإقليمي الذي انطلقت أشغاله الأربعاء بنواكشوط ويدوم 5 أيام، يشارك فيه فاعلون في قطاع الصيد في مجالات تجفيف وتعليب وتسويق الأسماك في كل من موريتانيا والسنغال وكينيا، وذلك من أجل بحث قضايا تسويق هذه البضاعة داخل بلدان المنطقة. التسويق من أهم نشاطاتنا، وهو الذي يسمح لنا بأن نكون فاعلين وأن نعرض منتجاتنا في الأسواق الأخرى. يجب علينا أن نعمل على حرية تنقل منتوجاتنا إلى مختلف الأسواق في المنطقة كي يتحقق الاندماج. الملتقى يهدف حسب القائمين عليه إلى خلق آلية تمكن من حرية تنقل المنتوجات السمكية بين الدول المشاركة عبر وضع استراتيجية تسويقية جديدة تقوم على إزالة الحواجز التي ما زالت تعيق حرية تنقل البضائع بين الأسواق المحلية. هذه الورشة ورشة إقليمية فيها موريتاني والسنغال وغينا، والهدف منها هو وضع استراتيجية للتسويق بين هذه الدول. ياك يطرحوا استراتيجية جديدة لحل مشاكل التسويق ما بين هذه الدول الإقليمية، لحل مشاكل تسويق الأسماك. هي هون ثروات هائلة، وهذه الثروات جيدها يمشي يسوق لأوروبا والآسيا. اختيروا صايت عودهم استراتيجية للتسويق داخلي ما بين إقليمي بين موريتانيا والدول المجاورة لها. تؤكد المعطيات الرسمية الحديثة على أن موريتانيا التي تستضيف الملتقى قادرة على تصدير أزيد من 1 مليون طن سنويا من الأسماك، وتمتلك منطقة صيد مساحتها 234,000 كيلومتر مربع، بها 200 نوع من الأسماك ذات قيمة تجارية معتبرة. ورغم هذه المعطيات، فما يزال تعاطي المواطنين مع مادة السمك من حيث العمل والاستعمال دون المستوى المطلوب، ما يجعل تسويق المادة عبر الأسواق المحلية يحتاج حسب المتابعين الكثير من اللقاءات والحملات التوعوية.